خطة محكمة للجيش الحر أفضت إلى السيطرة على مدينة داع البريف درعا، خاض خلالها اشتباكات عنيفة مع قوات النظام على أكثر من محور. الحمد لله، شكرا لك يا رب. ووفقا للمركز الإعلامي السوري، فإن العملية العسكرية بدأت بمهاجمة 3 حواجز كبرى لجيش النظام في المدينة، هي حاجز الدوار الكبير وحاجز الدوار الجنوبي وحاجز العميد أو الحاجز الشمالي. معركة أم الشهداء في مدينة داعل. الجيش الحر استخدم خلال هجومه هذا مختلف أنواع الأسلحة التي يمتلكها، وخاض معارك شرسة مع الجنود المرابطين على الحواجز، مما أدى إلى مقتل العديد منهم وأسر وفرار آخرين. والآن سيطر على حاجز العميد سيطرة كاملة. الحواجز الثلاثة وبحسب المركز الإعلامي تعد محورية، إذ تفصل مدن حوران عن بعضها، وبالتالي فإن منطقة واسعة بات يسيطر عليها الجيش الحر امتدت مع القطاع الغربي والقطاع الشرقي الممتد حول اللواء 38، حيث قطعت خطوط إمداد رئيسية لقوات النظام عن مدينة درعا ودرعا البلد، حيث تقع داعل على الطريق الدولي القديم دمشق درعا، وبالسيطرة على المدينة يصبح الطريق مفتوحا أمام الجيش الحر للتوغل داخل محافظة درعا. محمد برداويل، العربية.